بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر وإن قصرت عن الكفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، سميت بدعة من الابتداع، وهو الشيء الذي هو الشيء الجديد الذي ليس له سابقة. والبدع محرمة، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع محرمة لأنها زيادة في الدين لم يأذن بها الله، تشريع لم يأذن بها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين هو ما شرعه الله، وما لم يشرعه الله فهو من شرع الشيطان، مردود وباطل، لأن الله أكمل هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. دين كامل ما يحتاج إلى زيادة، وإنما الواجب علينا العمل بما شرعه الله وترك ما لم يشرعه الله. وإن ساغ لبعض الناس أو زينه بعض الناس أو لفقوه فإنه باطل ومردود، يكفي أنه بدعة وأنه ليس من الشرع وأن الله لا يرضى به، يكفي هذا. كيف الإنسان يتعب نفسه بشيء يترك السنن وينشط في البدع؟ هذا من الشيطان. إذا كان عنده رغبة في الخير، السنن فيها بركة وفيها غنية، ولكن الشيطان يزين لهؤلاء سوء أعمالهم. والبدع تنقسم إلى بدع كفرية كدعاء غير الله والذبح لغير الله، هذا لم يأذن به الله بل نهى الله عنه، فهو بدعة مكفرة. الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله من الأموات، هذه بدعة مكفرة. وكذلك مقالات الجهمية ونفيهم للأسماء والصفات، هذا بدع مكفرة. ومنه بدع مضللة، بدعة قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ضلالة، ضلال مبين. ومنه بدعة معصية أخف. البدع تختلف، منها ما هو مكفر ومنها ما هو ضلالة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو معصية دون ذلك، وكلها لا خير فيها. نعم. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر. نعم، هذه البدع اللي في الأسماء والصفات، هذه بدع فيها تكذيب لله، لأن الله وصف نفسه وسمى نفسه، الذي ينفيها هذا مبتدع. نعم. وإن قصرت عن الكفر، وحسب يعني الذين ينفون الصفات، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر لكنه ضال، المقلد أو المتأول. أما الذي يتعمد ويعاند فهذا كافر بلا شك. نعم. وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب. أي نعم، البدعة أحب إلى إبليس من الزنا، من شرب الخمر، لأن العاصي يتوب، العاصي يتوب ويعلم أنه مخطئ، خلاف المبتدع يرى أنه على الصواب،
ولا يتوب. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم. كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، والعاصي يخجل ويرى أنه عاصي ويتوب من الله، لكن المبتدع قل أن يتوب لأنه يرى أنه على خير وأنه على حق. نعم. وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، هذا خطير. لما رأى عدو الله أن عباد الله يتوبون ويستغفرون وينهدم ما فعل ما بنى، لجأ إلى شيء ما يتوبون منه وهو الأهوى، اتباع الأهوى، اتباع البدع. نعم. ومعلوم أن المذنب إنما ضربه على نفسه، وأما المبتدع فضربه على الناس. وهذا أيضا وجه آخر في شر البدع، وهو أن ضرر البدعة يتعدى إلى الناس ويقتدون به، خلاف العاصي فإن ضرره على نفسه والناس ما يقتدون بالعصاة، يعلمون أن هذه معصية وينهون عنها، خلاف البدعة فيرون أنها دين وأن من أنكرها فهو منكر للدين، كما يطنطنون به الآن في كتاباتهم وصحفهم ومؤلفاتهم، في أن اللي ينكر البدع هذا من الخوارج أو أنه متشدد أو أنه إلى آخر ما يقوله. نعم. وفتنة المبتدع في أو أنه يتهم الناس بعقائدهم وأنه إذا نهوا عن الشر قالوا للي ينهاهم أنت المخطئ. نعم. وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة كذلك، هذا وجه آخر، وهو أن المبتدع فتنته في الدين، وأما العاصي ففتنته في الشهوة فقط، ولا ما يشرع شيء في الدين أو يزيد في الدين. نعم. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. نعم، المذنب يخجل في نفسه، وأما المبتدع فيجاهد ويرى أنه على حق ويدعو الناس إلى البدع. نعم. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. نعم. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك. نعم. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. نعم. فصل. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيان للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان أي الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. نعم، الله حرم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك، هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، وظلم بين العبد وبين الناس تعدى عليهم يأخذ أموالهم يقتلهم يضربهم، تعدى على أعراضهم بالغيبة والنميمة أو بالزنا، وتعدى على الأعراض، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح أصحابه، سمح المظلومون، وإلا يقتص للظالم من المظلوم، يقتص للمظلومين من الظالم إلا إذا سمح، حتى لو تاب ما يسقط عن حقوق الناس، توبته ما تسقط عن حقوق الناس. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه وذلك بالمعاصي، وهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب صاحبه. نعم. كان أي الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. لهذا الله جل وعلا نهى عن الظلم
وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. نعم. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، وقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده، كما كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر، نحن نرزقهم وإياكم في آية الإسراء، وفي آية الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، فهم كانوا يقتلونهم خشية الفقر، والآن يريدون أن يحددوا النسل خشية الفقر، فهذا شبيه بفعل الجاهلية، سوء ظن بالله عز وجل، ويمنعون الحمل خشية الفقر كثرة العيال، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. ومنهم من يقتل أولاده تقربا إلى الأصنام، قرب بأولاده إلى الأصنام، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم يردوهم وليلبسوا عليهم دينه. ومنهم من يقتل البنات خشية العار ويدفنونهن حيات، هذا كله من أفعال الجاهلية، وهذا أعظم الظلم. ولهذا قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه الجرائم هي أكبر الكبائر. نعم. وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سببا. قلت أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا مثل قوله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قلت ثم أين؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا كما في قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق. قلت ثم أين؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، وهذا مثل قوله تعالى ولا يزنون. نعم. وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده. أعظم القتل قتل القريب، وذلك لأنه قتل القريب فيه قطع للرحم وفيه جريمة القتل، يجتمع فيه كبيرتان، قطيعة الرحم كبيرة وقتل النفس كبيرة. نعم. وكذلك قتله ذات رحمة. نعم. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته، ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. نعم. ويليه من قتل إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. نعم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. نعم. الله جعل في قتل العمد العدوان عقوبة في الدنيا وهي القصاص، وعقوبة في الآخرة وهي الوعيد. نعم. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم موجب. يمنع منه مانع موجب هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. اي نعم، اذا قتل عمدا عدوانا ثم اسلم فإن الإسلام يخفف هذه الجريمة. نعم. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن أحمد. نعم. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي، يعني في الآخرة إذا تاب الإنسان هل يسقط عنه الوعيد في الآخرة الذي ذكره الله بقوله جزاؤه جهنم خالدا فيها، هل يسقط بالتوبة؟ هذا قول الجمهور،
أنه يسقط بالتوبة أو لا يسقط، هذا قول ابن عباس وجماعة، بل لا بد من نفوذ الوعيد فيه. نعم. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته، فلا بد أن يستوفى له في دار العلم. قالوا فما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه. وهذا يعني هل القصاص يكفر أو لا يكفر؟ يقول ما يكفر، لأن القصاص حق لأولياء القتيل، أما حق القتيل فإنه يبقى. نعم. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهو وجه لأصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ فقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في حق التائب وهي تتناول الكفر فما دونه. قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه بشرع الله وجزائه. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه، وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في المسألة، هذه حجج اللي يقولون أنه إذا تاب سقط عنه الوعيد في الآخرة. نعم. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، حق للمظلوم المقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، يسقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، فهذا ظلم لم يتدرك، إنما ينتفع به غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل المال من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم لكونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين فقال إن تمكن المورث من أخذ الظلم في المال إن كان أداه إلى صاحبه بريء، أما إذا أداه إلى الوارث على قولين، قيل يبرأ وقيل لا يبرأ قولان. فصل شيخ الإسلام، يقول شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين فقال إن تمكن المورث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي له كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه فالحيل بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين فقال إن تمكن المورث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي له كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه
فالحيل بينه وبينه ظلما وعدوانا، فالطلب له في الآخرة. يعني يقول إن كان امتناع الوارث، إن كان امتناع المظلوم من أخذ ماله في الدنيا، إن كان امتناعه إهمال منه، تساهل منه، إهمال منه، تساهل منه، ومات ولم يأخذه أخذه الوارث، فالمورث باق على حقه يطالب به يوم القيامة. وأما إذا منع منه ومات ولم يأخذه لأنه ممنوع منه، فهذا لا شك أنه باق على الظالم. نعم. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على المورث وتعذر أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على المورث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. يبقى أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت، وإذا لم تدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه، كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. هذه مسألة مشكلة، يعني أنه إذا غصب مالا أو ظلم مالا غير حق ثم مات صاحبه ولم يرد عليه وأخذه وارثه، رد على الوارث، هل تبرأ ذمة الظالم أو لا تبرأ؟ يقول: تبرأ من ناحية حق الورثة فقط، وأما حق المورث فإنه باق عليه. نعم. فصل: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس. نعم. وقد أشكل فهم هذا على وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس. يعني كيف من قتل نفسا واحدة يكون كمن قتل الناس جميعا؟ هذا إشكال. ومن أحياها أحيا نفسا واحدة كأنما أحيا الناس جميعا، مع أنه ما أحيا إلا نفس واحدة. نعم. ما يسقط حق الوارث، ما يسقط. نعم. فقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، والقول لم يدل على هذا، ولا يلزم منه تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. فقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، كما جاء في لفظ آخر وأصح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي الفجر والعشاء في جماعة. يعني وجه الإشكال: كيف أن من قتل نفسا واحدة يكون كمن قتل مئة نفس؟ لأن الله قال: فكأنما قتل الناس جميعا، فكيف يكون عليه إثم قتل الناس جميعا وهو ما قتل إلا نفسا واحدة؟ هذا الإشكال. أتى بنظائر، قال: كذلك من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال
فكأنما صام الدهر، مع أنه ما صام إلا 36 يوم، صام إلا 36 يوم. من قرأ الإخلاص، سورة الإخلاص، فكأنما قرأ ثلث القرآن، مع أنه ما قرأ إلا سورة قصيرة. قد يكون العمل وإن كان يسيرا يعادل العمل الكثير. نعم، هذه معادلة. نعم. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي الفجر والعشاء في جماعة. كذلك من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، مع أنه ما صلى إلا صلاة واحدة. وله أجر من صلى كل الليل وما صلى إلا صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ومع هذا يأخذ أجر من صلى كل الليل. نعم. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي الفجر والعشاء في جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب. نعم. وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل الناس جميعا؟ قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل واحد منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم، وأعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت درجات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كمن قتل من لا مزية له من آحاد الناس. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس، يعني أن القتل لا شك أنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه بعضها أشد من بعض، مثل ما سبق، من قتل والده أو قتل ولده هذا أشد ممن قتل الأجنبي، من زنى بحليلة جاره أشد ممن زنى بامرأة أخرى غير زوجة الجار. فالكبائر تتفاوت بحسب ملابساتها ومواقعها، وإن كانت في أصل التحريم كلها محرمة. نعم. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. الثالث أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض ولأخذ ماله فإنه يجتئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل عضوا من ذلك الجسد فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فقد آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس كلهم، فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين هم بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء للمخفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولم يجيء هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم. وكذلك حكم من سن سنة سيئة فأدفت فاتبع عليها. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهواقه فليفعل. وفي جامع الترمذي عن نافع قال: نظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي صحيح حرمة المؤمن عظيمة، لأنها أعظم من الكعبة التي هي بيت الله. لو إنسان اعتدى على الكعبة وهدمها، الذي يقتل المؤمن أعظم ممن هدم الكعبة. نعم. يعني تجنب القتل، تجنب القتل، لأن القتل، لأن القتل لا هو حث على الجهاد. الكلام الآن في القتل، الكلام الآن في القتل، يعني تجنب الدم المحرم. نعم. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لأن دم الإنسان ما بسفير شوي، ومع هذا يحرم من الجنة. نعم. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المؤمن في السوق وقتاله كفر. قتاله كفر، يعني كفر أصغر، وهو يكفر يخرج من الملة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني الكفر الأصغر. القاتل لا شك أنه مرتكب لكبيرة عظيمة، لكنه لا يكفر. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، دل على أن القاتل لا يكفر وأنه من إخواننا، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. هذا في رد على الخوارج والمعتزلة اللي يكفرون بالكبائر. نعم. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وكذلك هذا من الوعيد الشديد. نعم. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدا في عهده وأمانه، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فصل: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد. يكفي. نقف الله.